ميزه الورك شوب اللي كان بيعملها دي كانت بتجيب في كذا دوله ثانيه. يعني التعريف بالمركز معروف يعني. الحمد لله احنا حضرتك في المجموعه دي كلها جنب سنه 12 حساب الخاص. كل الباك نمبرز والله جنب على حساب الخاص. معظم الكتب الموجوده هي كتب شخصيه او مثلا مشتريات وصورنا منها. هو بامانه احنا عملنا مع المركز يعني عاملين لها ماجستير ساعد في التسجيل. لا انا دكتور ما شاء الله يعني بنمنح بالدرجه دي. عملية الاناني يعني احنا كانت الاعلام بيحصل طبعا. انا كان هو ده كان حضرتك يبعت لي اللي كان ياخد السند يعني السند النتيجه كله ده كان فيه.